أهلا بكم. في بكفية اجتمع محبو الشهيد بيير أمين الجميل يصلون ليشفع رئيس الملائكة ميخائيل بلبنان الذي أحب بيير لدى العلي الذي يرفع الشهداء إلى حيث يستحقون. الرئيس أمين الجميل أكد رسوخ صورة الشهيد بيير في الضمائر والقلوب لأنه أحب الوطن حتى الاستشهاد، ومعنى حياته يترسخ بهذا الحضور وهذه المحبة له. ففي ذكرى استشهاده فاز زملاؤه في جامعة الحكمة وفي نقابة المحامين، وحتى اليوم يشهد الجميع لإنجازاته في وزارة الصناعة حيث لا زال شعاره بتحب لبنان حب صناعته. وأكد الرئيس الجميل أن المسيرة الوطنية والمحبة التي غرزها بيير لا زالتا، ونحن نأخذ المعاني والقوة من هذه الذكرى لتثبيت إيماننا بلبنان الذي نخاف عليه من التطورات الخطيرة التي تحيط به، ولا نعرف إلى أين ستحمل لبنان، خصوصا إذا أحدهم ورطنا بدعسة ناقصة بسبب التهور أو عمل غير مسؤول. وشدد الرئيس الجميل على استمرار الإيمان بوحدة لبنان والبقاء صفا واحدا للدفاع عنه وعن لبنان الذي آمن به الشهداء الذين ضحوا في سبيله، وتمنى لرئيس الكتائب الاستمرار في جهوده والانفتاح على جميع القوى للتعاون من أجل لبنان. وللمزيد ينضم إلينا الزميل مروان الدوم مباشرة من بكفية. في الذكرى 17 لاستشهاد الوزير بيير جميل قداس عن راحة نفسه في كنيسة مرخي العجائبية في بكفية بمشاركة العائلة الصغيرة وحتى الكبيرة وحضور الرئيس أمين جميل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل وأمين عام حزب الكتائب سيرج جاغر ونائب رئيس الحزب النائب سليم الطايغ والنواب نديم جميل الياس حنكش أشرف ريفي ونقيب المحامين في بيروت فادي المصري والنائب السابق فارس سعيد والوزير السابق إلي ماروني وحشد من الكتائبين ورفاق بيير وأصدقائه. الأبات بيير رسوب الذي ترأس الذبيحة الإلهية وعاونه لفيف من الكهنة أكد في كلمته بعد الإنجيل أن الشهيد الحبيب الوزير بيير جميل ليس ذكرى ولا مكان له في ذاكرة النسيان، إنه هنا الحاضر دائم بيننا ويردد هيا فتى الكتائب إلى العلا والواجب. غصوب أكد أن بيير ما كان ليصمت عن كل ما يحصل في وطننا لبنان وهو الذي لم يرضخ يوما، وأضاف ترى لو كان بيير أمين جميل هنا هل كان ليرضى بأن يكون بلده بلا رئيس للجمهورية؟ هل كان ليسمح باستمرار هذه المسخرة المتفاقمة بين الأطراف؟ هل كان ليتقبل هذا الانحطاط في الخطاب السياسي والوطني؟ هل كان سيصمت عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني الطيب؟ هل كان ليرضخ لإرادات غير لبنانية؟ الرئيس أمين جميل وبصوت يجهش بالألم والغصة تحدث عن معاني هذه الذكرى، مؤكدا أن بيير في ضمير كل لبناني أصيل، وكل الانتصارات التي حصلت في ذكرى استشهاده تدل على تعلق الشباب الكتائبي في الشهيد بيير جميل. وقال مش من صدف بيير كان طالب بكلية الحكمة بالحقوق، ويوم استشهاده هالذكرى باستشهاده كان في انتصار كبير لطلاب الحكمة الكتائبيين اللي انتصروا بالهيئة الطلابية، وهيدا بدل ورفعوا شعار بيير حي فينا. هيدا دليل على هالمسيرة القوية، على الحضور، على التعلق، على المحبة اللي لها الطلاب بذكرى بيير، وليس من باب الصدف انه يوم استشهاد ذكرى يوم استشهاده صار هذا الانتصار. وكذلك الامر بيير عضو بنقابة المحامين، وشو الصدفة
أنه بذكرى استشهاده، يوم ذكرى استشهاده، تم انتخاب النقيب، نقيب المحامين الكتائبي، اللي كذلك أمر كان فيولا بيير وصديولا بيير، وصار فيها الانتصار الكبير. هذه كلها رموز، هذه كلها شهادة أنه بيير موجود معنا، بيير بقلبنا، بضميرنا، بوجداننا. العائلة تقبلت التعازي من المشاركين في القداس قبل الانتقال لإضاءة الشموع أمام مدافع العائلة. من بكسية مروان الدوم، صوت لبنان.